ايه ده ميسي؟ النهارده البي اي او الالعاب. الالعاب بي اي بي اي او الالعاب، عشان كده احنا لابسين كده، لابسين بقى يعني بي اي الالعاب. يعني الالعاب. وشايف حسن جاب الالعاب الحلوه يعني جديدة دي جديده برضه. نعم يعني برضه مصطلحات جديده برضه. بي اي بي اي بي اي يعني الالعاب. بسم الله ما شاء الله. بي اي ميرسي يا ميسي. يعني ايه بقى بي اي؟ يعني العاب. انا لو قلت لامي زمان قلت لها بي اي اي كانت زمان جريت وراها في الشارع. عملت لك ايه؟ من حدفتني من البلكونة ترسينا عشان تقول لها بي اي. بي اي قول لها ان النهارده ماما عندي بي اي في المدرسه. تقول لك كمان بتقول لي بي اي كمان فوشي فوشي فوشي. شاف حسن يعني جاب لنا الالعاب الحلوه دي. الالعاب يعني دي مش العاب مدرسه يا شيف بصراحه، دي العاب حضانه. ده كي جي، ده مش في. طب ما هو الديسك ده بتاع ايه؟ ما الديسك ده بتاع حضانه. احنا كده رجعنا الحضانه مش الديسك ده بتاع حضانه. انا ما كنتش بلعب الالعاب دي في المدرسه. الديسك ده بتاع حضانه يا بنتي. يعني خد الكوره كمان اهو. انت بتعيش طفولتك المتاخره. متاخره العبي معايا. عشان كانوا بيربطوك في الحقل بقى وانت صغير، وفي الحقل البرتقال، فانت عايز تعيش طفولتك دلوقتي هنا. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ وده انت بتديها لي ليه دي؟ بص اعمل ده تحليل فيها. ابني ده. ابني ده. ابني ابني البلوكس ده. لا لا انا ما كانش على ايامي الالعاب دي يا شيف. احنا كنا نلعب فتحي يا ورده، قفلي يا ورده، ممكن المضارب. هات المضارب كده. مضرب هات التاني. بص المضرب التاني اهو. ممكن المضارب كانت على ايامنا. انتك سخي. ما شاء الله. انتك سخي يعني. ها؟ ده انت حريف اهو. امال ايه؟ واحد واحد. يعني ايه ده؟ اديتها لك. استنى كده يلا. بص دي بقى كده هجيبها لك انا كده بالاشول بقى. طب خد. طب خد تاني. يعني انا مش عارفه على ايامك كنت بتلعب ايه؟ كنت بلعب النطه. نطه؟ طب تعرف تنطقها لي كده؟ اجيب لك قاعده انطقها لك. مجرمه انت، معلمه وحريفه اهو. ايه رايك؟ ده انت كنت شقيه في الرايبات. ها؟ كنت شقيه في الرايبات. انت كنت بتلعب ايه بقى؟ نطه. انت السبع بلاطات. ها؟ والنطه مش عارفه النطه والسبع بلاطات. الاولى؟ السبع بلاطات. السبع بلاطات هي الاولى. طب ما انا كنت بلعب. هي الاولى. بس كان على ايامي اسمها اولى. اولى. ما اسمهاش سبع بلاطات. والنط. كنت بترسمها. وبيلي. 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 البيلي دي كانت ايام ايام يعني. وكنا بنلعب انا بقى كمان استغمايه. دي اساسي دي. وفتحي يا ورده. وفتحي يا ورده. قفلي يا ورده. قفلي يا ورده. وكان في لعبه بتاعت الثعلب فات فات. اديله سبع لفات. العظيم. كده يسمعوكي كده يستغربوا الاطفال الحاجات دي. ليه ده؟ مفيش تواصل بين الاجيال. ما هو الراجل اكيد بيلعبوا على فكره برضو الالعاب دي. لا برضو. لا لا لا. اصل الفسحه في المدرسه هيلعبوا ايه؟ يعني الناس بيقولوا ريد كورنر هيلعبوا نطه وبتاع. على رايك. وجرين برجر.